اتفضل. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي والموقع الرسمي للنادي الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم بالمقر بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنه الاجتماع هو جلسة ممتدة زي ما تابعتونا في الجلسات الماضية وخصص بالأساس لمتابعة شؤون النادي، وكان هناك الحقيقة اهتمام بموضوع الإدارات المختلفة والتجديد للمديرين في النادي ومديري الإدارات المختلفة، وستبقى الجلسة أيضا مفتوحة لاستكمال جدول الأعمال لأنه الحقيقة المجلس لم يتمكن من انتهاء العمل بسبب الحرص على التواجد والمشاركة في تكريم النشاط الرياضي وفريق كرة السلة، الفريق الأول لكرة السلة وفريق المرتبط الفائز بالدوري العام. خلينا نقول لحضراتكم أنه هذه الجلسة شهدت قرار مجلس الإدارة بالتجديد للمدير التنفيذي العميد محمد مرجان لمدة سنة، بعد الحقيقة أن حاز على تقدير جموع أعضاء النادي وأداؤه اللي كان بيتميز بالديناميكية والحرص على خدمة الأعضاء والفهم ل مقدرات ومقومات هذا المركز. الحقيقة أنه مجلس الإدارة قرر التجديد للمدير التنفيذي في منصبه لمدة عام. أيضا كان هناك قرار من مجلس الإدارة بالتجديد لمدير الفروع المختلفة الكابتن خالد مرسي في المقر الرئيسي بالجزيرة، وأيضا كانت هناك إشادة كبيرة بأدائه، بالإضافة إلى اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر وارتباط الأعضاء به والعمل الحياة الدؤوب اللي بيقوم به في مدينة نصر، وتم التجديد أيضا للواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد اللي بيؤدي أداء خلال العام الماضي نال تقدير مجلس الإدارة وأيضا الأعضاء. ده بالنسبة لمديري الفروع. بالنسبة للنواب تم التجديد للمقدم أحمد إيهاب النحاس لفترة أخرى في منصب نائب مدير فرع مدينة نصر، نائب مدير فرع مدينة نصر، والحقيقة أنه سيتم فصل مجمع حمامات السباحة عن إشراف المقدم أحمد ليتفرغ للعمل الإداري بجوار اللي هو حسن مسعود، نظرا لأنه مدينة نصر هو الفرع الأكبر واللي بيرتاده عدد كبير من الأعضاء ومساحته طبعا شاسعة وبيحتاج إلى جهد، فسيكون فقط المقدم أحمد نائبا لمدير الفرع، وسيتم تكليف يعني زميل أو شخص آخر بمجمع حمامات السباحة. أيضا تم التجديد لنائب مدير فرع الجزيرة اللي بيشغل في نفس الوقت منصب مدير الأمن وهو العميد علاء صلاح، الرجل أيضا بيتمتع بكفاءة كبيرة وفي حالة رضا عن أدائه وهو بيشغل نائب مدير المقر، بالإضافة إلى كونه مدير إدارة الأمن في النادي الأهلي بالجزيرة. تم التجديد أيضا للزميل الأستاذ محمد سعيد في الشيخ زايد وهو نائبا لمدير فرع الشيخ زايد ومدير لمجمع حمامات السباحة. يبقى الأستاذ محمد سعيد عبد الله بقي في منصبه نائب مدير فرع الشيخ زايد ومدير مجمع حمامات السباحة. ده بالنسبة للإدارة التنفيذية العليا بدءا من المدير التنفيذي مرورا بمديرين الفروع ونوابهم. يعني مستشارين مجلس الإدارة تم التجديد ليهم سواء المهندس عادل القاي طبعا أو مهندس سامح كامل وغيرهم، يعني معظم المستشارين تم التجديد ليهم، وتقرر أيضا توجيه الشكر لبعض الزملاء اللي انتهت الحقيقة مدتهم أو قدموا عطاء كبير للنادي خلال هذه الفترة، منهم الأستاذ محمود خليل مدير إدارة الصيانة بالجزيرة تم توجيه الشكر لي. تم توجيه الشكر أيضا لمدير مجمع حمامات السباحة بالجزيرة الزميل ياسر الرزاز، تم توجيه الشكر لي. أيضا تم توجيه الشكر للأستاذ مجدي سليم مدير إدارة الخدمات في مدينة نصر، لأنه يعني تقريبا كان في استقالة. أيضا تم توجيه الشكر للأستاذ نوبي محمد أبو زيد رفاعي مدير إدارة الخدمات في الشيخ زايد، وفي الشيخ زايد أيضا تم توجيه الشكر للزميل وليد أمين عباس مدير الجيم، وتم توجيه الشكر أيضا لمدير أمن الشيخ زايد اللواء عماد فوزي حنا. الحقيقة دي كانت يعني أبرز القرارات اللي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه
السريع، يعني هو استمر 4 ساعات، وده بالنسبة لنا في النادي الأهلي بنعتبره اجتماع سريع وقصير، نظرا لأنه المجلس مرتبط زي ما قلت لحضراتكم بتكريم فريق السلة، والمجلس حريص بكل بكامل تشكيله بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي حرص الحقيقه على تهنئه النشاط الرياضي وتهنئه الفريق الاول لكره السله بعد ادائهم المشرف، سواء الفريق الاول او فريق المرتبط وحتى فريق السيدات اللي ماشي كويس قوي. ولذلك انتهى اجتماع مجلس الاداره وانضم الجميع الى تكريم فريق كره السله. بشكر حضراتكم، ان شاء الله نلتقي دائما في مناسبات سعيده تخص النادي الاهلي. شكرا لكم.